السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخ ماسك معاكم يعطيكم اليوم اسمك اليوم ميمز، لا تنسوا لايك واشتراك في قناتي مجلة حسن دوس، تابعوني عليها ولا تكون نبدأ اليوم. طبعا يا ربع بحكم اني ما عندي سيرفر اوكي عشان الميم، فبدخل اي سيرفر بالديس وباخذ الميم ذات الميم ذاك. بانكاي 1000本桜 كانيوش كفو والله انك تشنب. واليوم معانا الشيف مهراجة، ما شاء الله لابس ذهب بايده، بلوزي فراري، الزلمه وضعه نار. واذا بنلاحظ لابس بايده جلوفز بايده الشمال، هذا ببين انه الهايجين عنده عالي. مهراجة متخصص في بيع سندوشات ورق الشجر من شجره معروفه اسمها شجره الموت الاخضر. كالعاده بلشوا يضيف الماده البنيه اللي كنا بنعرفها اللي لها ريحه. طبعا هون مساعد الشيف بلش يجهز السندوشات، يحط مواد وحبة هيل حبة حبة في كل سندويشة عشان تعطيها طعمة جيدة. وهون بلش بلش يضيف بالمادة الحمراء، هي عبارة عن كبد فار مدعوس بسيارة، لازم الفار يكون مدعوس بسيارة. وهذا الزهري اللي بحطه هو عبارة عن صراصير مطحونة مضروبة بشبشب، الطحن بيكون عبارة عن الضرب بالشبشب. طبعا بيستخدم أصابعه اللي بجنن يا باي محل أصابعه. وهاي المادة اللزجة في إشاعة بتحكي إنه هاي عبارة عن لسانات ولعاب سحالي، هو بربي سحالي عنده في البيت، فهاي بيستعملها بتعطي لزوجة وطعمة طيبة. وبضيف في المادة الصفرة اللي شايفينها، هاي عبارة عن كركم ويود وثاني أكسيد السيفون. طبعا عشان النكهة لازم يستعمل إصبعه اللي بجنن، أيوة افرد وبعدين الشيف هنا إذا بتلاحظ مهراجة بيستعمل الإصبع مش السبابة، الوسطى، زي اللي بيحكي للزباين خذوا الوسطى وكل سندويشاتي، واللي بده يفهم يفهم. وهون بتتم عملية لف سندوشات ورق الشجر من شجرة الموت الأخضر. هون الزبون أكلها لازم تأكلها بلقمة واحدة، أيوة بتزلطها زلط. لاحظ الزبون ما مضغها، ضلت في تمه، أبصر شو صار معاه. وهي السندوشة الثانية للزبون، صاحبه الزبون الثاني، لاحظ اللي ورا بعده ما مضغها، مش عارف شو بصير معه. هذا مضغها، هذا مش سائل عن حياته، ذاك ما مضغها وضل رايح. وهون الشيف بيشرح شو بصير مع الواحد، قال بقول لك عادي بصيبك رعاش خفيف والذاكرة بتختفي لمدة 3 إلى 4 أيام، بس بترجع لك وبتتذكر اسمك. طبعا هون المخ ببلش يخلط زيت ومي وبتبلش تدخن، طبعا من وين بتدخن ما حدا بيعرف، بس بقول لك ما بهمك، صحتين وعافية. قسما بالله انه الارنة جوي. شوف انا قاعد اضحك لانه عارف اللقطة هذي وشي، وانا اليوم صحوني يعني وانا ما نايم الساعة وشوي، خصوصا على المدرسة. تبي يحرك تبي ولا تبي يحرك ولا ما تبي؟ تبي معي اديك للدكان، اخك ما عندك للدكان، وشري لك شقلاطاي، شري لك عصير. ها لا لا امش معي امش معي، شري شقلاطاي وشري لك عصير، شري لك فشفاش، شري لك ايس كريم في دله بلاستيك اللي اخره اللي اخره علت. سلام شلك بالحرب هذا اخره علت احتمال حتسه. والله والله وجهك يبي معي ومستحي. ها ايش تبي معي ولا لا؟ ايش طبعا انا بالضبط ياكلون هذا الخليج خصيصا السعوديه. يوه تبي معي؟ اها روح شلون راسك على ابو قشري من الحميش. ابو قشري من الهشله. أجي بكيفك بكيفك أنت الخسراء. الحين هذا ما يسوي جراثيم ولا شيء، شكله طلع اعتبار بس أخوي ولا جاب خطأ. ما تجيني هيك على شو اسمه على دبك صورة. أنا أخشش سؤال اثنين جواب اختار كده ثلاثة ايه فجاءوا مرة خطأ. اطلع بس تبيت النهزة بس خويك تفلت عطيت تحسن طلعت هاي ضبيني خلك قد هياطك نشوف اش اللي يجيك. ريح ريح عامن اش اللي ريح ريح ترى ما اعطيك الحساب يعني.
عشان يرفع الكلام. سبحان الله. السلام عليكم. هذا حد الله زميلي ما ابغاه يا عيال ابعدوا عني ما ابغاه. طب ما اللي يستقلونك برا الشاشات. ترى زميلي الجوت. ايش هذا؟ انا هذا ما اطيق اشوف شنو. ايش هذا؟ تكفى معك سنة 50؟ هذه حق رمضان اي خذ لك يا شيخ. ياخذك الثاني يا عمي فكون من مقاطع رمضان ذي خلاص فكونه يا اخي فكونه. السلام عليكم انت محمد الغامدي؟ نعم تمام عليك بلاش تفضل معنا على القصه. هاي خذ لك الثاني رسلكم رسلكم خوي وسط لي صح رسلكم لي صح؟ هاي توكل على الله توكل على الله بس تكفى. استهبل انت ايش في؟ علمني صوت عشان نتفاهم طيب يا حبيبي علمني بس عشان نتفاهم يا اخي. هذا جيري برضه بطل انا جنب مقبره والله لعيون المتوفين. استغفر الله العظيم. حسن شو حسن زيدي حسن 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 يعني باكر حريجي في الخرطوم اللي يعرف حد سوداني شكرا لجميع الردود اللي وصلتني بس في واحد كتب لي ان هذه بكره مش بكره يا حبيبي ادري زين بس اسولف وياكم شفت عراني خريج جامعه بنغلاديش فاسجو استغفر الله العظيم هذا شبط هيليوم هيليوم يغير الصوت ودي كذا شوي شبط مش بتغير الفجر الظهر العصر المغرب ذهب الظلمة ثلاثة رق مين يا ابوي من دفى صار كل النهار يا اهلك الحق والشكر والثناء والله اني كثرت من هذا المرة سوبر اللي مغلد صوت بطل عارف مو عارفه سعودي اوكي مرة بطل قصيمي حالة حنجب سنة بدون يسوي ولا كده وانا بسنيمان وانا كده وانا بسنيمان وانا كده وانا بسنيمان وانا كده وانا بسنيمان وانا كده استغفر الله العظيم ايوه ما قلت الله يحفظه ما شاء الله ما شاء الله يعني اخويا وانا بدي ادخن شوية كلهم شوفكم صفحة شايفين هذيك طبعا هذول كلهم نفسي يعني كلهم شوية اوكي انا شاوي كلهم شوية شايفين هذيك هذيك في الاعراس كلها تعب في العشاء كنت ركب يودي ان شاء الله تلقى ابن الجيران سعودي طيب ركب 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 اطلع حاطين ميمز ليه يا عيال طقطق اي تنمر بس ندم ان اخذ الاكل بعد ما اكل سندوتش الكبده اللي كنت هفطر بيه اهو كل سندوتش الكبده بتاعي كبدتي كبدتي دي كبدتي دي اللي جوه بطني الكبده دي جوه ذا الابو فلفل كده وبقدونس يا ما انت ضارب كبده ولا مخدرات الكبد الكبد الحمد لله الكبدة اتهضمت ولا لا طلع الكبدة من عينه قسما بالله قسما بالله اني اجمد دمك مش كنا اتفرج معك في فيديو ما تدرون شو البلشه اللي كانت هذه بنت اوكي تلقى يقمز كذا بكوع على طول ولا تخاف تحمل مادة الجامعة وهذا ولا انا حسب بس الحريم اللي حامل المصروخ عيال بعد بواحد يقرب لي يقول انا لامه انا حامل المادتين
واحد يقرب لي قال أمه حامل مادتين بس قال لا تعلمينه أبوه شكله متزوج بس أنا حسبت أمه بتهوشه قالت عادي ترى وتخالتك حاملين ثلاث مواد يا أخي وش في العائلة أو أنا بضحك على اللي حامل ثلاث مواد ودي أشوفه بالشهر التاسع كيف شفت هذا لا يا قلبي أبوك على صدق فاهم الموضوع مرة غلط فاهمة غلط expensive وش اللي expensive لما تاخذ كرت مجاني اوكي اهلا بكم صارت المقطع تسلق اشتراك صارت المجيزة حسن دوس تابعوني عليها كامل وطلع لنا بيه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مع السلامة.